الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قالت وزارة التخطيط الحالية إن القطاع الخاص يسهم بنحو 43% من الناتج الإجمالي المحلي العراقي، وعلى الرغم من أن العراق يمتلك مصانع ومعامل مملوكة لشركات القطاع العام تبلغ نحو 227 مصنعا، إلا أن أعداد العاملين فيها لا يتجاوز 140 شخصا فقط. لذا فالحاجة الماسة لتمول القطاع الخاص ضرورية تحمل أعباء التوظيف وكذلك الإنتاج. قال رئيس مجلس إدارة صناعة الحبوب كاظم تاييجي إن العراق احتل المرتبة الأولى عالميا باستيراد الحبوب من تركيا. وأضاف تاييجي أن العراق استورد حبوبا بقيمة 847 مليون و6000 دولار في شهر كانون الثاني بنسبة 41.5% زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، ما وضع العراق في المرتبة الأولى في قائمة المستوردة للحبوب من تركيا لهذا الشهر. أعلن المركز البرازيلي لمصدري أحجار الزينة أن العراق جاء خامسا في الترتيب العربي كأكبر مستورد لأحجار الزينة البرازيلية. وقال المركز أن قيمة الإيرادات من شحنات أحجار الزينة المصدرة للدول العربية بلغت 10 ملايين دولار أمريكي في العام 2021، مبينا أن صادرات أحجار الزينة البرازيلية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 59% في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 48.3%، بينما جاء العراق في المرتبة الخامسة في ترتيب الدولة المستوردة للأحجار الكريمة من البرازيل. ذكر تقرير للبنك الدولي أن تلوث الهواء يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنويا. وأشار التقرير إلى أن كلفة تلوث الهواء وتلوث البحار والسواحل تقدر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة مثل مصر ولبنان واليمن. وأضاف التقرير أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم. قفزت العملة المشفرة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي. وسجلت بيتكوين وهي أكبر عملة مشفرة في العالم 44,347 دولارا لتبلغ أعلى مستوى منذ منتصف كانون الثاني، ومنذ أن هوت إلى أضعف مستوى في 6 أشهر في 24 من كانون الثاني سجلت بيتكوين مكاسب بنحو 35%. متابعة ممتعة مع أسعار العملات. إلى اللقاء.